أنا خايف من نتيجة التشريح اللي بدي أعمله يوسف للست هالة. شو ما كانت نتيجة التشريح إلا منعرف أنه في شخص واحد من مصلحته يعمل هذا الشيء. المتهم واحد، كل شيء صار بسببه مصيبة. بصدقنا كيف طوينا هالمصيبة على خير بيطلع لنا مصيبة تانية. وافتح القصة كلها وبدي كبرها. وبفتكر هي ما حتسكت عنه بس لأنها بتحبه. أي بنت تتركك، كنا غلطانة كتير. الجزء الثاني من ما فيي. قصتي مع ياسما خلصت، حبي إلى انتهى. يوميا ما عدا الخميس والسبت بعد الأخبار على الـ MTV.